كل عيد يزيد السلعه، كل عيد كل موسم تزيد. فريمون سي ديسيفون باسكو اون اوروب كي تجي النوال يجي الاخر فيت ريليجيوز يهبطوا السلعه. الوغ حنا نو نكبروا المناسبه يزيد يغلي لك الدجاج يغلي لك مانيش عارف ماني كما يقول الانسان لي زون بروفيت لو ماكسيموم بوسيبل مانيش عارف سي جور سي مالور الله غالب ولكن ربي يهدينا ويهدي كل مؤمن ان شاء الله. التاجر بطبيعته يهمه الربح وهو يستغل هذه الظروف، الظروف تكون دينيه او سياسيه او اجتماعيه او اقتصاديه، ورمضان مناسبه دينيه يستغلها للربح. ما نشريهاش كاع، ني لحم ني دجاج، وغالي يا خو واش تشري؟ واش تشري 10 بلايين ما يكفوكش في رمضان. 35 ممكن ب 40 صح، على يومين ثلاث ايام تلقى الموضوع تبدل، تلقى بالك ب 50 تلقى بالك ب 55. مع الامم تاع العيد بالسما ما خلانا والو، زاد الكسوه تاع الدراري يزيدوا ما يطلعوا لنا في الشحمه تاع الجد. انا من حق 35 الف تخليت عليه. اللحمه نشروها كي شغل الدواء. نوروا القدره ونعاودوا نخبوا في الفريزيدر شويه. ما نشريش سي لا سبيكولاسيون. كاع راهم يستناو في البلدان وين كاين الرحمه ينقصوا السوام. وحنا في الجزائر سي لانفير سي لو كونترير. صافي دير سمينا رواحتنا مسلمين بوريا يعني غراتويتمون. إيه هذه هي الوسمو المفيد بنادم الحاجه كي تغلى يفو لي كارتي. نخزر هكا ما نشوفش كاع البوش هنا هذا ماك. ويعني راح تشري يعني ترسيك 300 في العيد؟ ما نشريش انا ما نشري ما ياكلوش الدجاج. نقول لك ما نشريش نشريها يا. واش راح دير يا؟ لازم تاكل الدجاج يا. بعد يعاود يحبط يعاود يطلع هذا ما فهمتش انا دوك ولا كيجي رمضان يديروا هكذا ولا ماشي رمضان بالك واقف في الفاستان يولي 50000 الناس اي هبلت كاع هما هبلوا الناس وين رايحين بها؟ كلش يزادوا فيه كلش. والله غير شريناه اليوم الصباح على كل حال شريته 33000 الكيلو. بون ماشي فيد معمر. مي سمعنا بلي حيولي 50000 ماشي حق عليهم يا. عباك مع رمضان ولا شي حوايج العيد. يرحموا شويه مواطن بزاف والله غير بزاف. كي المرفه كي الزوالي واحد ما يتبع خوه. الجاج كان 48000 هبطوه لحق 37000 زادوا هبطوه لحق 33000. الشعب تنخلع فعمره ما كلا الدجاج، خرج قاع ياكل في الدجاج، صدم قاع ياكل الدجاج هذاك النهار، غدوه من داك طلع 49000، كاش تحب ما يطلعش الدجاج خو؟ الدجاجه مازال ما ولدتش بداو ياكلوا في الدجاج، خليها هما تولد، خليهم الفلال سالو كيكبروا شويه، قالنا لو يربي في الدجاج، يصرف عليهم او على قام يموتوا له بزاف، لو كان الشعب ما جراش ما شراش 33000 37000، كابوب يزيد يهبط، يزيد يرخص شويه، الدجاج يكون تزيد لا برودكسيون تزيد تطلع. الشعب الله غالب خو، الشعب مرهوف، ان الشعب الجزائري مرهوف على الدجاج. الدجاج نورمالمون دو كان ناكلو باطل ناكلو ب 15000 تسالو لي حنا ما يسالي نحب ناكلو انا ب 15000 ما نشريش الدجاج تاع 33000. هنجي راح نضرب فيها اللحم طرونشه اللحم معليش نصبر اليوم ما ناكلش الدجاج سمعنا ما ناكلش الدجاج راح نموت. نضرب بواسون كونجلي عيب ماشي عيب. هاو القاوري ويكونجليه حتى الخبز، خبز يكونجليه القاوري خويا العزيز، يكونجليه بالسمانة يجبد يسخنو، بصح الشعب الجزائري لا يحب ياكل فري، فري ما كاش منه خويا ماشي كل يوم.